نيجي بقى ل البيتزا باي. هي معموله على شكل فطيره. اكتر حاجه عجباني ان المشروم ايه، اولا فريش وحتت كبيره. بصوا الجبنه، بصوا الجبنه، الله. يعني دي بقى باللحمه المفرومه بصراحه حاجه ثانيه خالص، اللي هي الصوص اللي هم مشهورين بيه، بس لايق مع فكره البيتزا في رايي الشخصي اكتر من فكره ان هي تبقى موجوده على البرجر. وكميه جبنه سايحه ما اقولكمش بقى، يعني انتوا شايفين، مش محتاج اقول الحقيقه، جبنه من هنا تقع من هنا. وبرده في اللي هو الصوص بتاعهم اللي فيه برده الفاصوليا الحمراء دي. بعدين بقى تحفة تحفة. دي بقى لو عايزين تعملوا منها ميكنج، خد ميكنج نص ساعة. لا لا تعالى.